بصوا، انا بس خدت المايك من دينا عشان عندي افتكرت حاجه. الطاقم الاعداد الجميل بتاعنا برئاسه استاذ محمد الجرحي لما طلبنا منهم ما تجيبوا لنا وقائع الفساد الاسبوع ده عشان هنفتح بقى تقريبا كده، يعني كنا عايزين عربيه نقل تحمل فيها صناديق عن الاخبار التي ذكرت عن الفساد في اسبوع. بجد كان مفزع. فخدنا عينه الرقابه تغرم مدير مصنع لتعبئه البوتاجاز في انا مليون جنيه. ادي بوتاجاز. زوجة وزير التعليم السابق تلاعبت في تعيين قيادات الوزارة. اللي بعده، القبض على عامل بصمة بمرور القاهرة لتقاضيه رشوة 500 جنيه. عادي، بتحصل في أحسن المرور. ده عادي خالص. خمس مسؤولين في الجمارك في قضية رشوة. عادي. ده فساد المطار ده. والفساد ده فيه إيه بقى؟ مش عارف 31 حزام كام ونضارة إيه؟ حبس أمين شرطة 4 أيام بتهمة تلقي رشوة بالسويس. استيلاء موظف على 110,000 جنيه من اموال يعني من الاخر كده. عقبال يعني ايه؟ ما عقبال عندكم لو عايزين نعمل ساعتين عن الفساد، الفساد لا ينتهي. وبرضه عشان ما نبقاش محبطين ويعني وبنكسر اطلاقا، احنا متفقين من اول القاهره 360 هو برنامج ايجابي، بنلقي الضوء على الواقع، بنحللها ويعني نشرحها. لازم نطرح حلول. الحلول يا ساده، تسجيل العقارات في مصر لابد انها تكون ليها مهله زمنيه بعد 2020. مفيش حاجه اسمها عقار مش مسجل، مش هنعترف سيادتك بالملكيه دي. الاقتصاد غير الرسمي، الاموال، المجلس الاعلى للمدفوعات اللي اتعمل لغايه النهارده ما شفنالوش كرامات. شيء طبيعي ان انا اتعامل باي انت عندك تجار عربيات بيبيع في الشهر بال100 عربيه وما عندوش بطاقه ضريبيه اساسا. عندك مقاول بني 50 عماره و100 عماره وما عندوش بطاقه ضريبيه، جايب كحول وجايب غيره. الموضوع يا جماعه ببساطه، اخنق الناس دي يا حكومه لو سمحتي، زنقي عليهم. قولي اللي ما عندوش مثلا بطاقه ضريبيه ما يروحش يفتح حساب في البنك، لو ما عندكش مش عارف بطاقه ضريبيه ما تبنيش عماره، ما تتاجرش. لما اجيب عربيه في المرور اسجلها، لو سمحت هات لي ايداعها في البنك بقيمتها. وهكذا لغايه ما نضيق على الناس دي. المرتشي ساعتها مش هيعرف يعمل ايه بفلوسه.